صباح الخير دكتور الياس ابو عاصل، امين عام الحزب الوطني الاحرار. اهلا وسهلا فيك معنا بكلام بيروت لمواكبه مواضيع حلقه اليوم، لعل ابرز الجوله الثالثه من الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل. كاريكاتير ارمان حمصي بجريده النهار تحت هذا العنوان وعنوان الحلحله الامنيه، يلي هي يمكن ابرز ما انجزه هذا الحوار حتى الان. رسم ارنب وقد خرج من قبعه ترمز إلى طاولة الحوار مصحوبا بعبارة سحر حوار حزب الله المستقبل. هل اللي عم بيصير سحر أم عجيبة أم واقعي؟ أنا بعتبر أنه اللي عم يحصل هو ضرورة أكثر مما هو أي شيء آخر. نعم، ضرورة بتبررها تماما الأوضاع سواء بلبنان أو بالمنطقة. يعني حول هالموضوع جريدة المستقبل كتبت أنه الحوار بجلسة الثالثة أحرز تقدم واضح على الطريق الآيل لفتح الأفاق أمام تحقيق نتائج تساعد على تثبيت الاستقرار الوطني. وجلسة الأمس تخللها بحث معمق بالنقاط الأمنية، وتناول أيضا موضوع ظاهرة الأعلام والصور، والنقاش لم ينتهي وسيسار إلى استكماله بجولة الحوار المقبلة. هل تعتقد أنه هذا هو سقف الحوار، يعني المواضيع الأمنية والتنسيق بين حزب الله وتيار المستقبل، أم ممكن يتعدى ليوصل لاستحقاق رئاسة الجمهورية؟ أنا بعتبر أنه بالمرحلة الراهنة الأهم هو إزالة أو التخفيف من التشنج والاحتقان المذهب. فإذا توصلنا إلى نتائج ملموسة على هذا الصعيد فينا نهني نفسنا بهالشيء. هلأ ممكن أن يؤدي ذلك إلى حلحلة على صعيد ملف رئيس الجمهورية، ممكن، مش مؤكد شيء، إنما من الممكن، ولكن ذلك يستتبع حوارا عاما، مش إنه حوار ثنائي، حوار عام. من هون التعويل والمراهنة على الحوار الآخر بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لملاقات حوار حزب الله المستقبل على صعيد، عم بحكي تحديدا على صعيد انتخاب رئيس جمهوري. رح نتطرق لاحقا للحوار المسيحي من عدة زوايا اليوم أثيرت بالصحف، بس بدي أبقى عند حوار تيار المستقبل. نعم. وحزب الله، اعتبرت أن يعني إذا حقق سحب فتيل الاحتقان المذهبي بيكون حقق شيء كبير، ولكن البعض يقول دكتور أبو عاصي أنه الاحتقان بلبنان اليوم ليس مذهبيا بقدر ما هو سياسي. يعني منكون عم نخفف، كنت بتمنى كليا، ومن الصعوبة بمكان الفصل بين اثنين، يعني نعم الفصل بين الاحتقان السياسي والاحتقان المذهبي، إنما نظرا للأوضاع والمستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية فينا نقول إنه ضروري كليا، ضرورة قصوى إنه نزيل فتيل التشنج المذهبي والاحتقان المذهبي، وهيدي في خدمة ليس للمسلمين فقط إنما لكل لبنان. اليوم مصادر المشاركين بتقول للسفير جلسة تلو جلسة يرتفع منسوب بتقبل الآخر بكل أريحية، خصوصا أن النقاش يتسم بموضوعية وود وهدوء وجدية. إعادة بناء الثقة كم جلسة تتطلب؟ فينا نعملها بجلسة وحدة إذا بالفعل كان في إعادة نظر بكل ما يشكو الفريق الآخر منه. وهون أنا ما بدي أتحيز، بس بدي يكون واقعي وموضوعي وأقول إنه المطلوب على هذه الجبهة المطلوب أكثر من حزب الله، أكثر من تيار المستقبل. ما هو المطلوب؟ من حزب الله إذا كان ممنوع البحث بملف الانخراط بالحرب السورية، وإذا كان غير مستحب البحث بموضوع سرايا المقاومة وموضوع سلاح حزب الله الاستراتيجية الدفاعية، فهون لسبب أنا حصرته بتخفيف منسوب الاحتقان المذهبي. لطمأني في قرارين يجب أن يتخذا. القرار الأول هو من حزب الله أن تكون الدولة هي الملاذ الأول والأخير، وننتهي من منطق الدويلة، وهذا أنا ماني شايف في استعداد عند حزب الله على هذا الصعيد، بالعكس. نعم. والقرار الثاني أن تنازلات، ما ممكن تفوتي بحوار إذا ما كان في عندك خيار أخذتيه سابقا سلفا بتقديم تنازلات. طبعا يمكن طبعاً. المتهمين تسليمون للمحكمة الدولية مثلاً، بطليعة التنازلات مثلا من الأمثال. طيب شو المطلوب دفاعي من تيار المستقبل؟ أنا بنظري كمان ما بدي يكون متحيز لتيار المستقبل، بس أنا بعتبر أنه غير مطلوب أي تقديم أي
تنازل من قبل طيار المستقبل. شو بده يعمل؟ تنازل بأي موضوع؟ يتنازل عن موضوع المحكمة الدولية؟ نعم. مش معقول. مش بإيده بأي حال يمكن. لم يعد الأمر. مش هناك عم أقول إنه مش معقول. نعم. لأنه راحت الشق القانوني القضائي ذهب أشواط بعيدة ومن نعم. من الصعوبة بمكان إنه نرجع. نعم. ولكن البعض بيقول إنه ما تطلبه من حزب الله كمان منه بإيده. يعني أمر أكبر يمكن يرتبط باللعبة الإقليمية بالملف النووي الإيراني الأمريكي، يعني أكبر من طاقة الحزب على تقديم هذه التنازلات. من هون أنا قلت إنه المطلوب من حزب الله لبننة خياراته ولبننة قراراته ولبننة حواره، ما يكون في تداخل بين المستويين اللبناني والإقليمي. مسموح له هذا الأمر؟ يعني أنا برأيي إذا كان قرر أن يفعل فباستطاعته أن يفعل بعزل الساحة اللبنانية. نعم. عن هونيك. وذلك بالعودة سترولا بالعودة إلى إعلان بعبدة. يعني طالما سبق لإله وافق على إعلان بعبدة المطلوب منه أنه يطبق. هل تعتبر ذكرى 14 شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ممكن تكون حتى مفصلية؟ يعني مبارح قرينا بقلم عماد مرمى الكلام من أنه هذا التاريخ وهذه الذكرى قد تكون مفصل، لأنه حزب الله بحلول هذا اليوم يكون قدم شيء كتير مختلف. نتأمل. عن أدائه السابق. أنا نتأمل كلنا كلبنانيين نتأمل ونرجو ذلك، ولكن شخصيا أنا مني متوقع منه هالكرم الكلي. الإيجابية بموضوع الحوار والمناخات الإيجابية هل بتتناقض مع مواقف الأمين العام للحزب تحديدا بموضوع البحرين يلي اليوم كمان كان عنوان رئيسي بالصحف؟ أما إلهم علاقة ببعض؟ لا، ما فينا نوصلهم بالنتيجة. منعرف أنه الكلمة الفاصل هي الأمين العام حزب الله. نعم. وهو تصرف كرئيس للدويلة عندما هاجم البحرين، هاجم بكلام بالحقيقة مؤذن ويتسبب بانتكاسة على صعيد العلاقات اللبنانية الخليجية والبحرينية. نعم. تحديدا. إنما هذا اللي عم ركز عليه من بداية الحديث، أنه جاء الوقت لحزب الله أن يقوم بفصل الملف. نعم. اللبناني عن الملف الإقليمي والكف عن التصرف بمنطق الدويلة لصالح منطق الدولة. البعض بيقول دكتور بوعاسي القريبين من الحزب، هون عم شوف فتش على المقال بجريدة البلد، بيقول أنه كلام الأمين العام هو بالسياسة، يعني دعم للبحرين بالسياسة. ليش بتعترضوا عليه بوقت بتقبله كلام مماثل بالسياسة بيصدر عن حلفائكم، يعني عن تيار المستقبل؟ مثل شو مثلا؟ دعم الثورة السورية بالسياسة. دعم الثورة السورية شيء، وتهجم على نظام القانون اللبناني. القانون اللبناني، أعني القانون اللبناني وليس أقل من ذلك، لا يسمح بمثل هذه المواقف. امبارح سمعت الوزير بطرس حرب عم بيقول إنه قانون جزائي، هنالك تداعيات جزائية لإساءة إلى علاقات تربط بين لبنان ودول شقيقة وصديقة. يعني هون مع حرفية الموقف أن كلام نصر الله بحسب علي ضاحي بالبلد يصب بإطار الدعم السياسي والمساندة السياسية والكلامية للثورة البحرينية. إيه بس تشبيهها بالنظام بالإسرائيل وبالصهيونية. نعم. ما إنه دعم أبدا، وهذا يسيء إلى لبنان بقدر ما يسيء إلى البحرين. تعتقد رح يكون في مشكلة بمجلس الوزراء حول هذا الموضوع؟ يعني بتأمل إنه يكون في موقف واضح للتمايز بين الموقف الرسمي وموقف الدويلة، لأنه برجع بكرر السيد حسن نصر الله تصرف كرئيس للدويلة. نعم. ولم يتصرف كمسؤول لبناني، ولو تصرف كمسؤول لبناني لكان رفض الانسياق إلى مثل هذا التشبيه، لأنه الموقف الرسمي اللبناني بحسب النهار محرج بهذه الأزمة، واتسم التعبير عنه بدرجات متفاوتة بين التحفظ عن التصريحات مثل ما عمل الوزير جبران باسيل والمطالبة بالاعتذار كما فعل الوزير نهاد المشنوء. موقف الوزير جبران باسيل أقنعك؟ لا طبيعي ما أقنعني. موقف الوزير باسيل هو تغطية على موقف حزب الله، يعني ما بده اثنين يحكوا فيها، واضحة كليا. وأنه حتى هو بإطار الوحدة الوطنية، أي وحدة وطنية؟ ليش الوحدة الوطنية بتقوم أنه على أساس أنه فريق
يسيء نعم. إلى علاقات لبنان التاريخية مع الدول. وهون بدنا نكرر لكل المستمعين والمشاهدين أنه الإساءة إساءة موصوفة تقع تحت طائلة القانون الجزائي، أكرر نعم. ذلك. والأهم من ذلك أنه تطال دولة طالما وقفت، والدول الخليجية عموما، بعدنا عم نحكي عن هبة الأربع مليارات دولار. بتتوقع أنه يكون في إلها التداعيات على الجالية اللبنانية؟ يعني بتخاف؟ بتأمل لا، بتأمل لا، بس إذا ما بعرف إذا بيكون في تداعيات. إنما نحن نهيب، ريحني إلى حد كبير تصريح وزير الخارجية البحريني نعم. يلي هو ذهب إلى تمايز بين موقف لبنان الرسمي وبين حزب وموقف أمين عام حزب الله. الوزير بطرس حرب بحسب اللواء ألمح إلى أنه على الحكومة أن تحدد موقفها بما وصفه إساءة إلى علاقة لبنان ببلد آخر. علم أنه الوزير سجعان أزي بآخر جلسة لمجلس الوزراء أثار الموضوع، ولكن الرئيس تمام سلام رفض، يعني تجاوز هالأمر ورفض طرحه للنقاش لأنه غير مدرج على جدول الأعمال. يعني كان عم يتفادى الرئيس سلام. أنا بعتبر أنه كان عم يتفادى، إنما بس بالآخر ما في بدك تاخد موقف. هالموقف هو بحده الأدنى، بالحد الأدنى للموقف هو التمايز، أنه موقف السيد حسن نصر الله يعبر عن نفسه ولا يعبر عن الحكومة اللبنانية. هذا بالنسبة للبحرين. بمواقفه الثانية بيقول أنه حزب الله مستعد أنه يرد على الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. اليوم عون الكعكة بالشرق بيقول بيستغرب يعني كيف بميل الحزب يطلب الحوار، وبالجهة الأخرى يقول أنه سيحارب عن سوريا. هل بتشوف هون في تناقض أم ازدواجية؟ في تناقض وفي ازدواجية. وبذكرني بال 2006 يوم كان أخذ موقف مناقض تماما لما قام به بال 2006 حزب الله. من هون أنا برجع بكرر نعم. موقف الدويلة عم تسيء لعلاقات لبنان مع أصدقائه ومع داعمي لبنان من درجة، ومن درجة تاني بالتهديد بحروب وردود فعل على صعيد الإسرائيلي يؤدي ذلك إلى قيام هانوي لبنانية، ونحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه هانوي. هالموقف. بعد الفاصل الحوار المسيحي المسيحي، هل أنت مقتنع بأنه سيصل إلى نتائج إيجابية ومواضيع أخرى؟ بعد التوقف مع أول فاصل. الحوار بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، دكتور ياس أبو عاصي، كمان اليوم محور استحوذ على الاهتمام. رح نستعرض سويا كيف تمت مقاربته من قبل الكتاب، بداية بلغز جريدة اللواء أحد النواب المخضرمين: لا يخفي اقتناعه بأن الحوار بين قطبين مارونيين لا يتعدى كونه حوار ترشان. عندك نفس الانطباع؟ مش لهالحد، يعني حوار صعب نعم، هنالك موضوعات متعددة للمقاربة نعم، ومواضيع شائكة ومعقدة أكيد موجودة، إنما حوار ترشان ما بعتقد. أقله في موضوعات ما ممكن إلا ما يكون في تلاقي عليها، مثل اللامركزية الإدارية، مثل قانون الانتخاب، مثل المشاركة المتوازنة على صعيد الوطن. هذه نعم. كلها مهمة، ومهم إنه يكون في تفاهم بين الفريقين. طيب منطلق هذا الحوار، يعني في بين فريق يقول بأنه رئاسة الجمهورية هي الهدف الأول وبعدين سائر المواضيع، وفريق يقول العكس، كيف ممكن التنسيق بين أنا الفريق؟ إذا بدك رأيي أنا، الدافع إلى الحوار كان والمبرر الأساس له هي البحث للخروج من الشلل على مستوى رئيس الجمهورية. هو هذا الدافع، أم الدافع هو حوار حزب الله وتيار المستقبل والخوف من توافق لا يغيب عنه المسيحيون؟ لا، مش هالحد هيدا، ولا يمكن تشبيهها، خصوصا أنه نعم. في ثقة مطلقة، وهون أكيدها تمام، في ثقة مطلقة بين أفريقاء أطراف الرابع عشر من أدار. يعني نحن ولا لحظة، أنا عم بحكي كأربعة عشر أدار، ولا لحظة بخلجنا شعور بالقلق من موقف الرئيس سعد الحريري أو لتيار المستقبل، وهني نعم. نفس الشيء بالنسبة لي. إنما المدخل
هو الشلل برئاسة الجمهورية. طيب ما بخليشكم القلق من موقف تيار المستقبل. نعم. أنتم كمسيحيين ب 14 أدار. نعم. أو قريبين جدا من هذا الخط، هل أنتم قلقون من توافق جعجعون؟ يعني اليوم نقول نصيف بالأخبار بيقول المسيحيين المستقلين بقوة 14 أدار بالكاد يعرفون ماذا يجري، أو أولئك مستبعدون لم يدعوا إليه، ولا أظهر المتحاوران اهتماما بجعلهم شركاء فعليين في النقاش. يعني خلينا نقول أنه المطلوب على مستوى الحوار أنه يكون في حوار شامل وليس حوار بالمفرع. يعني إنما يعني حوار مثل ما إنما غياب رئيس الجمهورية ما بيسهل أمور أنه يكون في طاولة حوار تضم كل الأفرقاء. نعم. لسبب قلت أنا المدخل كان هو رئاسة الجمهورية، والحوار يقوم بين مرشحين لرئاسة الجمهورية ومرشحين كل واحد منهما على رأس فريق كانت العداوة سمته الغالبة طوال 3 عقود. عم بقول يعني استاذ نقولة من يومين انه قاعدين كل واحد على جبل من الاحقاد، يعني كيف بدهم ينزلوا من هذا؟ في تراكمات تراكمات، لو قربوا قد ما يقربوا بيكون شيء ايجابي منه شيء سلبي. بس برجع بكرر، طب واذا ما وصلوا لنتيجه ما بتكون رده الفعل سلبيه؟ ما بفتكر، انه طالما في مواقف راح تكون مشتركه، وعندي قناعه انه نعم. راح تكون مشتركه باستثناء مثلا رئيس الجمهوريه، الا اذا كان قبل العماد عون البحث عن مرشح من خارج الاثنين، من خارج ما هذا لا يبدو واردا، هذا حتى اللحظة لا يبدو واردا. بس ماذا ينتظر العماد عون برأيك؟ أنا برأيي على ماذا يعول هنا؟ يعول على إقناع الفريق المعارض لانتخابه أنه هو رجل الساعة، وأنه له حق بأن يكون هو وليس غيره رئيس الجمهورية. أنه أنا بشوف هيدي كتير موقف متطرف من العماد عون. يعني بعدنا كنا عم نحكي قبل شوي انه بالحوار بده يكون في قناعه ذاتيه واستعداد عند المتحاورين لتقديم تنازلات. بده يكون في تقديم تنازلات، ما فيك تحاوري انه انا يلي مواقفي بدلني حافظ عليها، انما انت مطلوب منك تغير. القوات اللبنانيه شو مطلوب منها تقدم تنازلات؟ اذا عرفنا بالنسبه للعماد عون، بالنسبه للقوات، مطلوب القوات اللبنانيه قدموا ديجا، قدموا اساسا الدكتور سمير جعجع لما قال انه مستعد يبحث عن مرشح ثالث من خارج ترشيحه وترشيح العماد عون، هيدا بحد ذاته تقديم تنازل. البطريرك الراعي اليوم ابتسام شديد بتقول عن تقارب مع راب والرابية، ساهم لم يساهم بامتصاص غضب بكركي. بكركي بالأول ليش بدها تكون غضبانة؟ هل صحيح أنه هذا الحوار سحب المبادرة السياسية من يد البطريرك؟ خليني أقول بما أعرفه عن بكركي، وأنا لست بعيدا عن بكركي. نعم. البطريرك بدو أنه يكون في رئيس جمهورية، اي حوار، اي مبادره، اي اقتراح حتى يسهم بتقريب انتخاب رئيس الجمهوريه، بكركي بتكون سعيده بذلك. انه ما حدا يصور بكركي وكانه عم تزاحم السياسيين على انه يكون المبادره معه، اما يكون انتاج بين مزدوجين، انتاج رئيس جمهوريه يكون يحمل بصمه بكركي. كركي تريد ان يكون هنالك رئيس جمهوريه، ولذلك هي تنظر برضا إلى الحوار. إذا كل ما تقدم بالاتجاه الصحيح كل ما كانت بكركي سعيدة لذلك، لأنه في برودة على خط بكركي مع راب، ومؤخرا كمان بالعلاقة بين العماد عون وبكركي كمان الوضع ليس أفضل، بعد ما قيل للعماد عون أنه البطريرك بيعتبر أنه السنة الرئيس الحريري هو الأقوى سنيا، اختار من يمثل رأيه وخطه وحطه برئاسة مجلس الوزراء، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الله اتكل على الرئيس بري، فلازم يكون عند المسيحيين الوضع مماثل. هل صحيح أنه هذا هو جو بكركي؟ ما مش أنا بهالجو هيدا أبدا، مني بهالجو أبدا. جو بكركي واضح. نعم. أنه المشاركة المتوازنة بلبنان يجب أن تستكمل بانتخاب رئيس الجمهورية، وليس لبكركي مرشح أو أفضلية لأحد. طبعا كركي تريد أن يكون هنالك رئيس يمثل يجسد كل تطلعات الشعب اللبناني
وبيئته الطائفية من ضمنه، ولكن مش لحد انه مثل ما عم تقدم وصفه، انا بعتبر مبالغ فيها الوصف. ألان سركيس بالجمهورية بيقول انه القوات والعونيين عم يعطوا مساحة كبيرة لقانون الانتخاب، مساحة كبيرة من البحث، ويعملان للاتفاق على قانون بيعطي نتائج شبيهة للقانون اللقاء الأرثوذكسي. بيعتبروا أن جزء من مشكلة التمثيل المسيحي تكمن بتشتت القوى المسيحية وليس بالقانون بحد ذاته. مشكلة التمثيل المسيحي برأيك وين، وأي قانون هو الأزبط لمعالجتها؟ أنا برأيي أنه لا مناص من قانون مختلط كمرحلة أول. طالما نحن بتمثيل طائفي، ما زلنا بتمثيل طائفي، يجب أن تكون هنالك مراعاة لتمثيل الطوائف مكونات يعني المجتمعية. الصيغة اللي طرحها رئيس بري بتشوفها مناسبة بهذا الإطار؟ مع يلي طرحها ثلاثي الحزب الاشتراكي القوات اللبنانية تيار المستقبل، أنا مع هالطرح هذا. منه مقبول بس من المكون الآخر، هي مجرد يمكن أنه إجا من فريقكم السياسي، يمكن بس بذات وقت إذا بدنا نكفي بهالأسلوب هيدا. نعم. أي طرح بيجي من فريق ما بيعود فيه طرح موضوعي، ومن هون منقول أنه الحوار اليوم القائم بين القوات وبين التيار الوطني الحر يقارب هذا الموضوع، وحسنا يفعل. النائب علي عون كتب مقال اليوم بالسفير بيقول فيها انه الدستور بدل ما يكون ناظم للحياه السياسيه بلبنان صار بخدمه القوى السياسيه، ومسلسل الرئاسي خير دليل على ان غياب اكثريه ذات شرعيه ميثاقيه يحد من قدره مجلس النواب على بدء انتخاب رئيس. يعني معه حق يقول هيك، طالما اللي عم بيعطلوا جلسات الانتخاب عم بيعطلوا الدستور، واللي عم بيعطل الانتخابات يعني عم بيحكي كانه عم يعمل نقد ذاتي. يعني تعتبر هالشيء؟ يعني انا هيك بقراه، لانه الدستور صبح وجهه نظر، والدستور ينص انه كنا بقدار مفروض ننتخب رئيس جمهوريه. نعم. قبل نهايه ولايه الرئيس السابق بشهرين يكون الانتخاب، لم يحصل، ونحن بنعرف المعطلين هن التيار الوطني الحر وحزب الله المعطلين الاساسيين. فاليوم عدم احترام الدستور وعدم التقيد به آت من المعطلي استحقاق الانتخاب. اليوم لفتني اسعد حايده الكاتب بالمستقبل ناشد الموارنه بان يتحدوا، بيقول يا موارنه لبنان اتحدوا، وحده الموارنه تنقذ لبنان وانقسامهم يدفع لبنان الى الهاويه، لا علاقه لحكم القدر بذلك. ليش يعني شو خلفية المشكلة عند الموارنة؟ هل هي السلطة دكتور أبو عاصم؟ مما لا شك فيه أنه يتميز المجتمع بقسط كبير من الحرية، مفرط من الحرية يعني. والموضوع الانقسام المروني كمان مما لا شك فيه أنه في جزء كبير منه هو التنافس على السلطة. وهذا شيء مشروع يعني بالديمقراطية. نعم. مشروع. ليش عم بيتحول مثل حالة مرضية هذا الأمر؟ يعني عند كل استحقاق رئاسي عندنا نفس المشكلة، كل استحقاق عم بيكون فيه هونيك، وهذا أنا بعتبره بنظر له مثل ظاهرة صحية بمكان ما. لأنه يحضر إلى فصل الدين عن الدولة. يعني لما بنحكي عن الدولة المدنية بدك يكونوا المواطنين مدنيون، مش بس أنه الدولة مش طائفيون إذا بقيوا متعلقين بأهداف، يعني تهيئة النفوس قبل النصوص. تمام. بقى أنا مثل ما إلى محاذير وإلى تداعيات سلبية، كمان لازم ننظر لها من وجهة نظر إيجابية، هي استعداد على تسييس الاستحقاقات والمواضيع وليس إلى مذهبتها. يعني حكينا عن الشق الداخلي من موضوع الرئاسة، قديش بتعتبر بالنسبة المئوية القرار بالرئاسة اللبناني؟ للأسف الشديد نسبة قليلة اليوم، بالرغم من أنه بنتمنى أنها تكون كبيرة، ولكن نأمل مع الوقت أنها تصير لبنانة الاستحقاقات كلها بما في ذلك انتخاب رئيس جمهورية. اليوم كشفت جريدة الجمهورية أنه المبعوث الفرنسي جيرو التقى بالرئيس سعد الحريري بباريس، بالرياض الثلاثاء الماضي، وعرض معه نتائج زيارته الأخيرة لطهران ولقاءاته مع المسؤولين السعوديين. وتبلغ الحريري من جيرو ما يمكن اعتباره تراجع إيراني ملحوظ عن الاستعداد السابق يلي أوحى بإمكان إحراز التقدم بموضوع رئاسي.
هل برأيك إيران تنتظر ما ستؤول إليه المحادثات النووية مع الولايات المتحدة؟ وبالتالي يعني ما علينا انتظار رئيس قبل هذا الموعد؟ يعني كل التصريحات يلي أتحفونا فيها مسؤولين إيرانيين بيتأكد أنه لبنان بالنسبة لهم ورقة ورقة. نعم. القول أنه نفوذ يمتد من لبنان إلى اليمن إلى آخره، كلنا سمعنا هالتصريحات هي بتأدي إلى بنا إلى القول أنه شيئا عمليا لم يتم حتى الساعة على صعيد التقارب مثلا بين المملكة العربية السعودية وبين إيران. إيران ومما لا شك فيه أنه إيران تأخذ بعين الاعتبار وضعها بالمفاوضات على الملف النووي، وعلى أساسه ستبني مواقف على صعيد المنطقة. بعد الفاصل رح نكمل حديثنا معك دكتور بوعاصي، رح نحكي بالأمن وعن الانتحار المسيحي إيلي الوراق يلي شكل توقيفه صدمة يعني بضيعته وبلبنان بشكل عام. لحظات ونعود لمتابعة القسم الثالث والأخير من هذا الحوار مع الدكتور الياس أبو عاصي الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار. الانتحار المسيحي إيلي الوراق صدمة غسل الأدمغة بالمجتمع اللبناني، عنوان قرأناه اليوم بجريدة النهار لأسرار شبارو. تقول مشروع انتحار ينتمي بالهوية للديانة المسيحية بقبضة القوى الأمنية. إيلي الوراق فجر صدمة لدى اللبنانيين قبل أن يفجر نفسه فيهم، لأنه أول مرة يدخل مسيحي باب الجهاد كاسرا احتكار الإسلاميين المتشددين له، الأمر الذي يضيء على القدرة التي بلغها التطرف بغسل الأدمغة. من أي زاوية عم بيقدروا المتطرفون ينفذوا إلى كل الأدمغة اللبنانية دكتور بوعاصي، يعني بدون استثناء وبغض النظر عن الديانة؟ خلينا نقول بالأول أنه حتى من نبالغ فيها أنه مازال تأثيرهم تأثير هامشي، وشفنا بما لا يقبل الشك بطرابلس كيف وقفت طرابلس كليا وبرهنت انه ما في بيئه حاضنه للتطرف وتحديدا للتكفير. نعم. هلا في نفوس اوقات تبقى مستعده، ما بدي اوصفها انها نفوس ضعيفه، بس بدي اقول انه في عندها مشكله معينه، جرح ما داخلي، ممكن انه ينفذ له واحد صاحب شخصيه قويه وانه يتم التاثير على هؤلاء. ممكن. إنما أنه ناخذ من قضية منعزلة، وبقصد مش بس قصة الوراق، بقصد قضية منعزلة الانتحاريين اللبنانيين يلي هن قلائل جدا، لها سبب ما كتير بعيرة اهتمام أنا، ولو كان من المطلوب أنه نتوقف عندها لنحلل المسببات تبعها، وأنه نسعى جميعنا بدون استثناء إلى معالجة هذه القضية. أنا بطبعي عقائديا إيمانيا ضد قتل النفس، ضد الانتحار، ضد هذا النوع من أنواع الجهاد يلي هو جهاد أقصى ولا يبرره مبرر. سمعنا المرجعيات المسلمة من الأزهر إلى مفتي لبنان كلهم أدانوا هذه الممارسات ويعتبروها خروجا على تعاليم عن الدين. الوضع يعني هم بدي أرجع للي صار بجبل محسن، تعتبر أنه ما جرى انتهى يعني كان محصور، أم كما أعربت مراجع أمنية اليوم للسفير من خشيتها من أن تكون هناك محاولات لضرب استقرار طرابلس والشمال وانطلاقا منها كل لبنان؟ يعني أنا ما في إلا ما صدق المراجع الأمنية، ما عندي معطيات. نعم. بتوشي بالعكس، إنما بدي أقول أنه مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى تنسيق بين الأجهزة الأمنية، تنسيق مزيد من التنسيق، بعرف أنه في تنسيق، هذا التنسيق مزيد من التنسيق ومزيد من الفاعلية ومزيد من الوعي على صعيد رجال الدين المسلمين خصوصا ابتداء من طرابلس وصولا إلى البقاع إلى كل لبنان. هل العين ستكون بالمرحلة المقبلة برأيك على المخيمات الفلسطينية انطلاقا من اعترافات الموقوفين يلي أشارت إلى أنه شادي المولوي وأسامة منصور موجودان بمخيم عين الحلوة؟ هل ما يحضر لمخيم عين الحلوة بالمرحلة المقبلة؟
حقيقة أنا ما عم شوف إنه شو ممكن الإيحاء إنه شيء يحضر لمخيم عين الحلوة. المطلوب من الفعاليات بعين الحلوة من قيادات الفلسطينية أن تقوم بضبط الوضع، أن تقوم بضبط الوضع، ولا يكفي القول إنه ليس لداعش وجود بالمخيم، إنما هنالك وفي شوية تناقض. من جهة منقول لا وجود لداعش تحديدا، إنما في مؤيدين لداعش. امبارح شفنا بتظاهرة تظاهرة الشباب المسلم وهني تحت عنوان الانتصار لقضية الموقوفين الإسلاميين بالسجن الرومية. هي مؤشر تعتبرها؟ أنا بعتبرها مؤشر. طب من يريد توريط مخيم عين الحلوة؟ يعني هذا سؤال طرح اليوم بجريدة البلد وأشار لمؤشرات غير مطمئنة بهذا المخيم. أنا بعتقد يلي ما عنده شيء يخسره، اللي ما عنده شيء يخسره هن التكفيريين. التكفيريين يوم كل مشكلة بين الجيش اللبناني وبين أي مجموعة صغيرة كانت متوسطة أو كبيرة يصب في مصلحتها. من هون القول أنه من المستفيد؟ المستفيدين هن يلي ما عندهم شيء يخسروا، وأنه عم يعملوا حرب عبثية وإني عارفين تماما إنها عبثية. جبهة النصرة هل هي معنية بهذا؟ جبهة النصرة اليوم معنية. جريدة الأخبار بالمانشيت سألت عن أنه إذا كانت جبهة النصرة قررت توريط عين الحلوة. إذا قررت جبهة النصرة على الفلسطينيين أن يقوموا ضد هذا القرار وأن يفشلوه. هون بدي أرجع لمقررات الحوار، أول حوار دكتور بوعاصي، قديش اليوم بتشوف أنه كان لازم تطبق، ومنها مسألة السلاح الفلسطيني؟ يعني هل هي اليوم فرصة بضوء هل الوضع المتوتر العودة إلى تلك المقررات؟ أنا بشكرك على اتفق عليها كان بالإجماع يوم. أنا بشكرك كثير على هالملاحظة، لأنه لو تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول طاولة الحوار لكنا اليوم بغنى عن التساؤل إذا كان هنالك من يضمرون شرا للمخيم ومن يراهنون على حرب وعلى مشاكل. للأسف الشديد لم يحصل ذلك. كلنا بنعرف مين الذي كان وراء عدم تنفيذ. طيب اليوم هذا الطرف أو هذه الفئة هي على طاولة حوار مع تيار المستقبل، بتشوف أنه هي الفرصة اليوم للعودة إلى تلك المقررات؟ أنا بعتقد أن الفرصة مؤاتية، لأنه وقتها حزب الله ما عارضها، يعني مش يعني تم التصويت عليها بالإجماع. يعني ما بنعرف شو عارض وشو ما عارض، لأنه كل الاتفاقات يلي تمت حول طاولة الحوار كان من ضمن المتوافقين عليها حزب الله، وعندما جاءت ساعة التنفيذ شفنا في تخلف حول هونيك، واليوم عم ندفع الثمن. ربما تكون الساعة مؤاتية اليوم على صعيد الحوار الثنائي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا. موضوع آخر أيضا لا يقل أهمية، محكمة العصر بمحاكمة العصر مثل ما سمتها السيدة إلهام فريحة بجريدة الأنوار، واصلت الاستماع لجبابرة شهود الحقيقة بعد النائب مروان حمادي، ها هو الشاهد الثاني في الأهمية، الوزير السابق غطاس خوري، وشهادته لها أهمية بالغة بسبب عمق اطلاعه على المرحلة اللي كان فيها لصيق بالرئيس الشهيد. أنت ويعني وأنت تتابع ما عم بيقوله الدكتور غطاس خوري، قديش رجعت فيك الذاكرة إلى تلك الأيام؟ خليني أقول بدون مبالغة إنه هذه المرحلة لازالت ماثلة في أذهاننا، لازالت ماثلة، خصوصا أنه لم يتغير الشيء الكثير. نعم. منذ ذلك الوقت إلى اليوم ما كان في شيء تغيير، في استمرارية بهالموضوع هذا لا سبب، إنما كنا بنتمنى على الذين لا يزالون يصرون على ذات الخط السياسي إنه يتفيأوا الحقيقة وأن يتظللوا بالموضوعية ليدركوا أنه كان في إرادة لتزويب الكيان اللبناني ضمن محافظة سورية، مش أقل من هيك. يعني أنا برفض مقاربته إلا هيك. من هون الكلام، أنا بأوقات بصير هيك بتضحك أنه الكلام عن الوصاية السورية أو عن الاحتلال السوري، الأمر سيان طالما كانت الخطة تقضي بقتل، بخنق الشعور اللبناني لدى اللبنانيين. وهل يعني هل هو ابرز دافع وراء اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ لانه مثل ما بيقول دكتور غطاس خوري كان يعني قدم ادله على تهديدات تلقاها الرئيس الحريري من الاسد بحسب جريده المستقبل، الذي كان يريد بسط السيطره التامه
للنظام الأمني اللبناني السوري على كل مقدرات لبنان بدون سعي من الحريري لمنع ذلك، متوسلا الطرق الديمقراطية، وكانت محطتها الأولى بالانتخابات النيابية المنتظرة، وصار بعدين يحتر يوفد مبعوثين عنه للقاءات المعارضة اللي كانت عم بتصير آنذاك. مزبوط. هل موضوع المحاكمة يعني والمحكمة بالمرحلة المقبلة سيتم استدعاء شهود آخرين، إذا كانوا من المقلب الآخر بتخاف أن يكون في تداعيات على الوضع السياسي والأمني؟ أنا بعتقد أنه من هالجهة هيدي في نوع من تحصين للموضوع لتسليم الكل، جميع الأطراف سلموا اليوم أنه لا طاقة لهم ولا قدرة لهم للتأثير على المحكمة. المحكمة أنشئت تقوم بأعمالها وستتوصل إلى أحكام. لسبب أنه يكون في تراكمات أو تداعيات ممكنة، بس أنا بستبعد. موضوع كمان عم بيتقدم من حيث الاهتمام في موضوع الحوض الرابع، قبل ما أقرأ ما كتب عنه اليوم بجريدة الأخبار، ليش هالمسألة بدأت تأخذ طابع طائفي دكتور أبو عاصي على حد علمك؟ أنا الحقيقة أولاً ما في مبرر له هالردم، الحوض الرابع ما له مبرر، لأنه في ممكن أنه يتم التوسع باتجاه نهر بيروت يعني، نعم، وأن لا يكون هنالك تغيير بجغرافية المرفع، هي من جهة. من جهة تانية طريقة التعاطي بالملف يلي كلفته باهظة 130 مليون دولار من دون مناقصات ومن دون أي صيغة ممكنة أنه تؤدي إلى تبرير هذا الملف. هلأ ليش عم ياخد طابع طائفي؟ ما بعرف الحقيقة كل شيء، إلا أنه ممكن تحويل السفن التي كانت ترسو بالحوض الرابع كما تناهى إلينا إلى طرابلس، ومن هون الشاحنات ربما أكثرية سائقي الشاحنات هني من مسيحيين، ممكن اعتبروا انه هذا الشيء يصب ضد ما ياتي ضد مصلحة. ليش كل الموضوع بده يتحول؟ هيدي مصيبتنا يا ست رولا من قبل يعني شوي، من زمان وجاي كل موضوع بيتحول طائفي، حتى بعشوائي ملف النفايات. نعم. يعني اخذ هذا الموضوع لسبب قلنا قبل شوي، انه الحل الخيار هو خيار الدولة المدنية. بس خيار الدولة المدنية جوابت لما حكينا عن الانقسام بداخل الصفوف المسيحية، قلت انه ايجابية هذا ان يخفف التمذهب لصالح الانعتاق من نير الطائفية البغيضة والسير باتجاه الدولة العلمانية. بهالمجال لفتني اليوم مقال أحمد الغزب اللواء، بيقول القادة بلبنان يفكرون باعتبار لبنان دولة الأمم المتحدة اللبنانية على حساب ثروة ما تحت بحرية. بيقول بعد ما استهلكوا الموارد الأرضية والنفايات والمناخ والفضاء الخلوي، جاء الآن دور ثروة ما تحت البحر، يعني وكأن كل الأمور تتم بالمحاصصة يعني للأمم اللبنانية. بتتفق معه بهذا التعليق أم تراه أنه في ظلم شوي؟ في ظلم من جهة، في ظلم وفي حقيقة من جهة تانية. طبعا هو الكاتب يؤدي دوره إذا وصف بشكل دقيق ما يشكو منه. للأسف شديد في صحة إلى حد كبير أنه دايما المحاصصة، منطق المحاصصة، وكأنه ما في لبنان واحد. من هون نحن مناشدتنا الجميع، تفيؤ ظل الدولة اللبنانية الواحدة الموحدة من جهة، والانعتاق من نير الطائفية والمذهبية، وذلك لا يكون على حساب الطوائف مثل ما البعض هلأ ممكن يكون حدا عم يسمعني عم بيقول انه هيدا ضد الطوائف. نحن انا اعتبر الطوائف غنى للبنان، إنما توظيف الطوائف لأسباب آنية ولمصالح شخصية ومصالح زعمات هو المصيبة الكبرى على لبنان. هل ابتعد موضوع المؤتمر التأسيسي بضوء كل هذه التطورات؟ أنا بعتقد أنه لا يزال مطروح في ذهن حزب الله. لا يزال مطروح بحزب الله، إنما لأسباب تعود إلى حزب الله ارتضى الحوار اليوم، علما أنه لم يقدم أي تنازل وليس مستعدا لتقديم أي تنازل.
لا على صعيد استراتيجيته الدفاعية اللي بسميها سلاح المقاومة ونحن بنسميها سلاح حزب الله، ولا على أساس انخراطه بالحرب السورية. لازال يراهن على مؤتمر تأسيسي ولعدائه لمعاداته لاتفاق الطائف، لعله يريد تطمين على مصير هذا السلاح يلي مثل ما تفضلت وقلت هو بيعتبره مقاوم يعني وليس سلاح فئوي. من هون نحن بنعتبر تطمين من المكون الآخر في البلد أنه ما في انقضاض عليه من هذا الباب، يعني باب السلاح، يعني ما حدا بنيته للانقضاض ولا عنده إمكانية الانقضاض. جل ما نطمح إليه هو أن تكون الدولة الحكم وأن يكون الجميع متحولون متحلقون حول الدولة اللبنانية بدستور الواحد وقوانين ومؤسسات. هل جميل هالكلام دكتور بوعاسي، ولكن هل الأفق المنظور ببرهن لك أنه نحن ذاهبين بهذا الاتجاه، أم محكوم على لبنان يضل ناطر ما ستقول إليه الأمور في المنطقة؟ تنقول أنه لبنان قائم على جزيرة منعزلة، منكون عم نبالغ وهذا ليس صحيح. إنما كمان لنقول أنه لبنان بده يتحمل تداعيات وتبعات كل سياسة المنطقة، فهذا على اللبنانيين أن يقرروه. للأسف الشديد برجع بكرر، في تمايز بيننا وبين بين 8 أذار، بين 14 و 8 أذار، وتحديدا مع حزب الله لتقديمه أولوية التحالف مع إيران على الأولويات اللبنانية. بالنسبة للاهتمام الغربي بلبنان، كما هو معلوم أنه الغرب، الفاتيكان، أوروبا، أمريكا، الكل يريد الاستقرار في لبنان، ليش هالاهتمام ما عم بيتقدم أكثر نحو التوافق، يعني تمتين التوافقات اللبنانية؟ وهون نرجع نتذكر دور الدوحة بال 2008 يلي ساهم بحلحلة الأزمة السياسية آنذاك. لأنه الخلاف ما زال قائم، وهون كلامي بده يبدأ أني عم بركز كليا على إيران، بس نعم. هو الواقع إيران اليوم تنظر إلى لبنان وتمسك بلبنان كورقة للمقايضة والتفاوض لا سبب، ما عم بيكون في عندها مرونة للتجاوب مع نداءات ومع المساعي التي يقوم بها الغرب ابتداء من فرنسا مرورا بالفاتيكان. هل وضع الإيرانيين والسعوديين ومن خلفهم حلفاء اللبنانيين الكرة بالملعب المسيحي بمكانه برأيك؟ المشكلة عند المسيحيين، وبالنهاية الحل ممكن يجي من طريق المسيحيين؟ بجزء كبير الكلام صحيح أنه المسيحيين بتفاهم ممكن يحلوا، إنما يحلوا المشكلة. نعم. إنما القول أنه بس المسيحيين وكأنه الرئيس اليوم هو عم بيكون رئيس للمسيحيين فقط، هذا كلام ليس دقيقا. يعني إذا اتفق المسيحيون مش بالضرورة يمشوا حلفائهم معهم بهذا الاتفاق؟ 100% بحلوا الأمر، إنما بتضل اللعبة لا تستكمل عناصرها إلا إذا كان هنالك تفاهم إقليمي ومباركة دولي. وبالانتظار لبنان بالانتظار يبقى مستقر بهذا بينتظر يعني بهذا الحد من الاستقرار المقبول. يعني تمام، من هون قلت انه الحوار ضرورة. نعم، يعني نحن في هذه المرحلة اذا بدنا نختم الحلقة باعطاء عنوان، هي مرحلة الانتظار، تمرير الوقت. تمام تمرير الوقت للأسف. عندك كلمة بعد تحب تضيفها دكتور؟ لا، ما عندي بس تمني انه شغل بالنا على دولة الرئيس سنيورا لأسباب صحية، من له سلامته، طلب عدم الاستماع المحكمة، طلب استمهال لأسباب صحية، نحن نقول له سلامته إذا كان مريض. بهالتمني بكون وصلنا لختام حديثنا. دكتور الياس أبو عاصي، الأمين العام لحزب الوطني الأحرار، أنا بدي أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.